هذا وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف المختص في الشؤون الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور، هناك تنسيق قطري إيراني لوقف تقدم قوات الشرعية اليمنية من خلال معالجة أزمة التحالف الشيطاني بين الحوثيين والمخلوع صالح، ما هو تعليقك دكتور عتوم؟ شكرا جزيلا لك. لا شك أن دولة قطر لعبت دورا سلبيا في القضايا والأحداث العاصفة اللي عم تشهدها اليمن في الوقت الحاضر، وهذه طبعا الأحداث شكلت منعطفات خطيرة أوصلت اليمن والقضية اليمنية إلى ما وصلت إليه. نحن الآن نتحدث عن استراتيجية قطر للتعامل مع الأزمة اليمنية، استطيع ان اجملها بما يلي: اولا تعزيز التعاون والتنسيق مع جماعه الحوثيين الانقلابيه في اليمن، وهذا طبعا كشف طبيعه هذه العلاقه واهدافها ودوافعها واسبابها الحقيقيه. الامر الثاني انه السياسه القطريه لا شك انه اضرت بدول مجلس التعاون الخليجي وامنها القومي، وهذا شكل دعني اسميه انتحار عسكري وامني لدوله قطر نفسها من خلال التنسيق مع الجانب الإيراني لزعزعة استقرار دولة اليمن، اللي تعتبر الخاسرة المهمة والحيوية لدول مجلس التعاون الخليجي. الآن لا شك أنه إحنا نتحدث عن تنسيق مع الجانب الحوثي، تم من خلال ثالوث التنسيق مع الجانب الإيراني، خاصة أنه نحن نستطيع أن نقول أنه هذا لأسباب عديدة أهمها استهداف أمن دول مجلس التعاون الخليجي وأضعافها خاصة المملكة العربية السعودية، وهذا يضعنا أمام الأسباب الحقيقية في واقع الأمر ربما لدفعت قطر للانضمام إلى عاصفة الحزم. وأنا بستطيع أن أجملها من خلال مجموعة من الأهداف. أولا لتزويد الحوثيين بمعلومات استخباراتية حول قوات التحالف وتحركاتها، مما تسبب في سقوط العديد من الشهداء في صفوف القوات السعودية والإماراتية في اليمن. الهدف الثاني هو وجود قطر في التحالف العربي، يعني كان للأسف الشديد خدمة للأجندة السياسية والعسكرية الإيرانية. طيب جميل دكتور نبيل، في سياق ما ذكرته وتحدثت به الآن التحالف القطري الإيراني معروف أنه يستهدف تعاون دول الخليج وأيضا النسيج العربي لصالح المشروع الإيراني في المنطقة، ما هو المطلوب عربيا لوقف هذا التحالف المشبوه؟ أنا أعتقد أنه هذا ينبغي أن يكون وفق مجموعة من الخيارات. أولا الخيارات القانونية للتعاطي مع هذا المشروع، نحن نتحدث أنه تعاطي قطر مع الحوثيين جماعة معترف فيها، وبالتالي هذا يعتبر بتطور يعني مخالف للإجماع الإقليمي والإجماع العربي، وأيضا غير يوضح غير ما يتعلق بأنها غير ملتزمة صراحة بقرارات مجلس الأمن. نحن لدينا أربعة قرارات دولية 22/16 22/01 بالإضافة إلى 23/42 والقرار 21/40، وجميعها ترتكز على عدم تقديم الدعم للمتمردين في اليمن وعدم الوقوف معهم. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا يعني يفسر ويدلل بشكل واضح ويضع علامة استفهام حول العلاقة بين قطر والحوثيين، يعني عن أسبابها ودوافعها، خاصة نحن نتحدث عن علاقات كانت سرية ثم أصبحت علنية يمكن رصدها ومواجهتها. الجانب الثاني لابد أيضا من تدخل من جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لمحاسبة قطر في هذا الموضوع، وهذا أنا أعتقد أنه لابد من وجود حالة اصطفاف عربي بوجه هذه السياسة القطرية التي تريد أن تعيد خراب وفوضى في المنطقة وتقف مع إيران. إيران الآن لديها وجود قوي ومكثف من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، تحاول أن تستنزف القدرات العربية من خلال وجود سواء في الأزمة السورية في الأزمة اليمنية أم حتى في الأزمة اللبنانية وغيرها من الأزمات. نحن نتحدث الآن عن حالة اصطفاف دولي جديدة ضد السياسات الإيرانية. نحن يعني نتوقع خلال الثلاث أيام القادمة إصدار ترامب دعني أسميه قرارات مصيرية فيما يتعلق بالأزمة مع الجانب الإيراني ونقل هذا الموضوع إلى الكونغرس، وبالتالي في ظل هذا الاصطفاف الدولي تخرج علينا قطر وتقف ضد هذا الاصطفاف. وبالتالي أنا أعتقد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع قطر أمام مسؤوليته في هذا الموضوع. إذن خلال الثلاثة أيام القادمة ستشهد هناك تغييرات إقليمية، بناء عليها سيتم ترتيب الأمور حسب ما هو مستجد. من عمان كنت معنا الدكتور نبيل العتوم المتخصص في الشؤون الإقليمية، شكرا جزيلا لك.